في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، انطلقت المرحلة الثانية من مبادرة تكافؤ لدعم طلاب الجامعات التكنولوجية بهدف دعم الطلاب النابغين في الجامعات التكنولوجية على مستوى الجمهورية. في احتفالية كبرى تم إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة تكافؤ لدعم طلاب الجامعات التكنولوجية، وفي إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بهدف دعم الطلاب النابغين في الجامعات التكنولوجية على مستوى الجمهورية. هدفنا إن شاء الله هو استمرار دعم 4 مليون سنويا لطلابنا المتفوقين في الجامعات التكنولوجية. الهدف أيضا كمان تأهيلهم لسوق العمل بشكل مباشر ودعم الصناعة المصرية. الجامعات التكنولوجية فيها أكثر من 12 تخصص في الطاقة المتجددة وفي الطاقة النووية وتكنولوجيا الصناعة وتكنولوجيا الفندقة الطبية والتكنولوجيا الطبية التطبيقية، وده شيء يمكن كان ينقص السوق المصري وأيضا السوق الأوروبي. يمكن المبادرة بدأناها من السنة اللي فاتت، مبادرة التكافؤ، وكانت برعاية كريمة من وزارة التعليم العالي ووزارة التضامن الاجتماعي وبدعم من شركة اي فاينانس اللي دعمت مع مؤسسة صناع الخير ب 8 مليون جنيه على مدار 4 سنوات. احنا مستهدفين 200 طالب من جميع الجامعات التكنولوجية على مستوى مصر كلها. يمكن الطلاب الحمد لله ابتدينا السنة اللي فاتت، عايز اقول لحضرتك السنة دي معانا 200 طالب. من ضمن المعايير بتاعتنا ان هو لازم يكون متفوق. الحمد لله 200 طالب السنة دي أقل حد فيهم جايب جيد جدا. احنا سعداء ان احنا بنطلق المرحلة الثانية من مبادرة تكافؤ لدعم طلاب الجامعات التكنولوجية النابغين من الأسر الأولى بالرعاية. النهاردة احنا بنفرح 200 شاب من النابغين أوائل الجامعات التكنولوجية للعام الثاني على التوالي. احنا كجامعة برئاسة الأستاذ الدكتور محمد مرسي الجوهري بنسعى طبعا ان احنا يكون عندنا منح مختلفة للطلاب، ومن أهم المنح دي هي مبادرة تكافؤ، والحمد لله عندنا زي 45 طالب السنة دي هيبقوا حاصلين عليها. المبادرة تعمل على تسديد مصروفات الطالب الدراسية بشرط حفاظ الطالب على تفوقه الدراسي، حيث يتم تقديم المنحة على مدار سنوات الدراسة، كما تقوم بدعم الطالب في دراسته العليا، وتستهدف توفير فرص عمل للطلاب المستفيدين من المبادرة. استفدت من المبادرة ان هي دعمتني على الدراسة وكده، وهي حافز لينا يعني، وزيادة بتقوينا يعني معانا برضو في فترة التكافؤ وكده. هو أنا أكيد بشكر التحالف الوطني ومؤسسة صناع خير إن هي دعمتني، وإن هي كان جزء أساسي طبعا إن أنا أكون متفوقة، فهي ساعدتني إن أنا طبعا أطور من مجهودي، وإن أكيد طبعا لو أنا مثلا حبيت إن أنا أكمل ماجستير ودكتوراه طبعا أكيد هتدعمني وهتخليني أطور من أفكاري أكتر، وهتديني أفكار وتساعدني كتير يعني. مش أنا لوحدي اللي استفاد، هو جميع الطلاب اللي كانوا في الجامعة اللي قدمت على المنحة استفادت من ناحية تحفيز الطلاب على التقدير العالي. مبادرة تكافؤ تستهدف الحفاظ على ثروة مصر البشرية من المتفوقين في الجامعات التكنولوجية من الأسر الأولى بالرعاية، عن طريق دعمهم وتحفيزهم بمنح دراسية تنفيذا لأهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة. جيرمين إبراهيم، التلفزيون المصري.